اليوم الأول كان واضح إنه مش اعتصام، مع الأخذ في الاعتبار إنه ما عندناش تعريف واضح للاعتصام. اللي كان في رابعة والنهضة كان بؤرة مسلحة. رابعة كانت أنا مش عارفة أوصفها، يعني أنا لحد دلوقتي مش عارفة أوصفها، غير إنه الناس كانت شايلة سلاح ومختطفة جزء من الوطن ومختطفة مواطنين محتجزاهم وحجز هوياتهم. نهى في قلب مناطق عسكرية. اللي كان في رابعة كان في قلب مناطق عسكرية، ده بينافي كل الأفكار عن الحق في التظاهر والحق في الاحتجاج والحق في الاعتصامات، ده منافي تماما. قواعد الدولية ما بتقولش كده خالص. فالتقرير اتبنى غلط، اتبنى على انه ده اعتصام. انا في رأيي انه اول ما احنا اتكلمنا كده، اول ما احنا دخلنا في السكة دي، احنا داخلين غلط. بالتالي كل حاجة قالها التقرير مترتبة على البنى الغلط في الاول انه ده اعتصام، فوصلنا في النهاية لنتيجة غلط. طبعا كل اشكال الانتهاكات اللي حصلت التقرير رصدها، بس لما جه يطلع بتوصيات ما اهتمش بيها. بمعنى انه الانتهاكات اللي اترصدت جوه بؤرة رابعة والنهضة من ايذاء بدني ومعنوي وترهيب للمواطنين اللي ساكنين في المنطقتين، من احتجاز مواطنين بحجز هوياتهم منعهم من الخروج من الاعتصام، من الاشتباه في مواطنين اثناء تفتيشهم او اثناء دخولهم الاعتصام فخضوعهم لتعذيب، وده ثبت في محاضر للشرطة وفي تقرير للطب الشرعي، من استخدام للاطفال دون العاشرة، ودي جريمتين الحقيقة، لأنه بافتراض أنه جزء من الأطفال كانوا أبناء لمعتصمين، فدي جريمة أنه طفل يستخدم في عمل سياسي ناهيك عن أنه في مكان مسلح، دي حاجة. الجريمة الثانية أنه الجزء الثاني من الأطفال اللي تم استخدامهم كانوا مجلوبين، تم جلبهم من دور رعاية خضع للإخوان أو تبع لجمعيات الإخوان. فإحنا عندنا جرائم ارتكبت داخل اعتصام داخل بؤرة رابعة والنهضة، التقرير ذكرها لكن لما جه يطلع بتوصيات تجاهلها تماما.